السلام عليكم. النهارده يا جماعه هنتكلم على موضوع جديد مختلف، وزي ما احنا اتفقنا وقلنا ان القناه بتاعتنا مختلفه، مش بتركز على حاجه معينه. فالنهارده هنتكلم على الفرق ما بين البت والبايت. طبعا يا جماعه البت ده بيستخدم لقياس سرعه النت، اما البايت فده بيستخدم لقياس حجم الملفات. لما اجي مثلا اقول انا عندي ملف او برنامج مساحته 50 ميجا بايت، انا عندي سرعه النت مساحتها 30 ميجا بت مثلا يعني. تمام. طب ايه بقى الفرق بينهم؟ قبل ما اقول الفرق بينهم احنا عايزين نعرف اللي الكمبيوتر بيبقى ليه لغه. اللغه بتاعته دي بتبقى اللغه اسمها الباينري او الثنائيه، اللي هي الاو وال1 او الزيرو والواحد. الاو وال1 يا جماعه عشان انا اجي مثلا اكتب حرف الف ب ت اي بي سي اي حاجه، الحرف الواحد بيعتبر بايت، الحرف بيعتبر بايت، والبايت بيساوي 8 بت. يبقى اذا عشان انا اجي اكتب حرف مثلا يعني الاتش لازم يكون او 1 او او 1 1، اهم حاجه اللي هم يبقوا 8 عشان يكملوا لي 1 بايت. تمام. اوكي. طيب ايه بقى اللي اكبر من البيت؟ احنا قلنا البايت اللي هو بيساوي 8 بت. طب ايه اللي اكبر من البايت؟ الكيلو بايت. طب بيساوي كام بايت؟ 1024. طيب اللي بعد الكيلو الميجا بايت، 1024 كيلو. طب اللي بعد الميجا الجيجا بايت، 1024 ميجا. طب اللي بعد الجيجا بايت اللي بعد الجيجا التيرا، تيرا بايت. طيب ايه اللي بعد التيرا بايت؟ في حاجه اسمها البيتا بايت، والبيتا بايت 1024 ما قبلها اللي هو الجيجا. طب ايه اللي بعد التيرا بايت؟ اللي بعد التيرا في اكسا بايت، اكسا بايت دي برضو 1024 تيرا. طب ايه اللي بعد الاكسا بايت؟ في حاجه اسمها زيتا بايت. طب الزيتا بايت 1024 ما قبلها. طب ايه اللي بعد الزيتا بايت؟ حاجه اسمها يوتا بايت. طيب قبل ويوتا بايت وبعد كده في بيقال، يعني دي هتبقى احدث حاجه حتى اللحظه دي. طيب اليوتا بايت دي يا جماعه، اليوتا بايت دي اخر واحده عندي. طيب انا بس عايز ادي مثال صغير كده بالنسبه مثلا للزيتا بايت او اليوتا بايت. الزيتا بايت، الزيتا بايت 1 زيتا بايت، كان مثلا عندي فيلم، عندي فيلم كمساحه يعني. اولا جودته 4K اعلى حاجه، اعلى جوده. مدته حوالي 65 مليون سنة. عشان ايه؟ يعني كأني عندي فيلم ومدته 65 مليون سنة، ده كده كأني بتفرج عليه. ده كده يعتبر واحد ايه؟ واحد زيتا بايت. طيب نرجع بقى تاني للبت. يبقى احنا قلنا يا جماعة السرعات النت بتاعتنا بتبقى بالميجا بت. طيب دي سرعة النت نفسه، وده ملوش علاقة بالابلود والداونلود. طب انا عايز اعرف مثلا الداونلود بتاعي هيبقى ايه؟ هيبقى كام يعني؟ قال لك بتقسم السرعه بتاعتك على 8. ما احنا قلنا بقى عشان نحول من البايت للبت. يعني انا مثلا مشترك في سرعه 2 ميجا. تمام؟ يبقى سرعه الداونلود عندي تقريبا حوالي 260 مثلا، 260 ميجا بت. تمام؟ تمام. طبعا يا جماعه ده كان فيديو صغير، ما تنسوش طبعا لو انتوا استفدتوا شير وسبسكرايب عشان نتفاعل اكتر وتشجعونا ان احنا نزود فيديوهات اكتر واكتر، وانتظرونا دايما في كل ما هو جديد ومعلومه على السريع. السلام عليكم.